يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل السير الذين كتبوا في مناقب الإمام أحمد رحمه الله يجعلون من مناقبه أنه اختبأ زمن المحنة 3 أيام ثم طلب التحول، فلما سئل عن ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في غار ثور 3 ثم خرج، فما هو التوجيه في ذلك؟ لا أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا، أحتاج إلى تثبت. نعم، ما أظن الإمام أحمد اللي يختبي ويترك الصلاة في المساجد، هذه خلوة الصوفية، ما أظن أنه يختبي ويترك الصلاة في المساجد ويترك دروس العلم ويترك طلابه، ما أظن هذا. نعم.